طبعا طبقا للدستور، المادة تمام 64 من الدستور تمام 2014، حرية الاعتقاد مطلقة، حلو قوي ولكن أوراقي الرسمية تمام زي ما هي بانت تمام أمام الجميع، سواء البطاقة أو الشهادة. والبطاقة صادرة في شهر 9 اللي فات، مسلمة تمام زي ما أنا، لم أتخلف ولا سنة عن قيدي في نقابة المحامين، بقالي أكتر من 27 سنة تمام محامية تمام. وحصلت على الماجستير والدكتوراه من جامعة عين شمس كويس، تخصص قانون دولي. إن حضرتك إشاعات تنصبت يعني اللي تم تداولها، أيوه. إن تم تغيير الديانة تمام كويس، إن أنت رحت قعدت مع الخمس ما حصلش تمام، ما حصلش تمام، ما حصلش أي كلام من الكلام ولا المزايدات دي. الكلام ده كان سنة 2010، واللي حقق في هذه الواقعة المفاجأة، إن اللي حقق في هذه الواقعة حمادة بيه الصاوي اللي هو أصبح الآن النائب العام، هو اللي حقق في هو اللي حقق وقعي. كان المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة. ده اتعرضت بعرايد نائب عام، لما النائب العام سمع وشاف الحاجات دي على الفيديوهات تمام فحولها بالفاكس. انت اخدت ال ايوه معايا معايا تمام. لا ما تقلقش هنرجع بالقرار، هنرجع تاني. فطبعا انا ما سكتش واخدت اللابتوب بتاعي، ولا فكره نشر الكلام ده على صفحتي على الفيسبوك اللي متابعينها حوالي 25000 حاجه تمام تمام. المهم انا دخلت اخدت اللابتوب وقلت له فيه كذا كذا كذا، والجريده الفلانيه قايل عليا كذا كذا، فراح محولها بالفاكس من مكتبه الى المحامي العام الاول نيابات جنوب الجيزه. المحامي العام الاول نيابات جنوب الجيزه كان وقتها حماده بيه الصاوي، واللي اتخذ قرار بالتحقيق وتمت احالتها الى المحاكمه الجنائيه. تمام. محاولتهم الى المحاكمه الجنائيه تمام. بالحبس والاقليات، لان انا عندي جمعيه اهليه كويس. الحاجه الثانيه انه غير مسموح في مصر في الوقت الحالي وللوقت العصيب اللي احنا بره علينا ان احنا نتكلم في ديانة مين، ما ينفعش كويس، لان حريه الاعتقاد مطلقه ونقطه ماده 64 من الدستور، نحترم الدستور يبقى نحترم الدستور. انا اعتقد ما اشاء، انا اعتقد ما اشاء، الاوراق الرسميه ولم اتقدم باي وثيقه او باي ما يثبت غير ذلك. لا يا استاذه، تغيير الديانه لازم يكون بالاوراق الرسميه. انا اوراق الرسميه ايه اللي امامكم جميعا اللي منشوره، اللي انا قدمت بها ملف مسلمه كويس، اعتقد ما اشاء ان شاء الله، حتى اعتقد انه الانسان يتحول الى ذئب، انا اعتقد ما اشاء طبقا نص الماده 64 من الدستور، فانا دي حريتي الشخصيه كويس، ودي مساله داخليه ليس لاحد ان يتحاور معايا ولا يسالني، حتى بعد كل الظروف اللي مرت علينا من ارهاب واخوان وسلفيين وجماعات دينيه. مش معقوله ان احنا في 2020 لسه بنسال بعض ده مسيحي وده مسلم.